هنا يكمل الشاب حافظ أسبوعه الأول في مشروعه الخاص بعد سنوات من مزاولة هذه المهنة مقابل راتب متواضع. تمكن حافظ ضمن 500 شاب عاطل عن العمل من الفوز بتمويل لمشروعه الخاص ضمن خطة أطلقتها الحكومة الموريتانية. المشروع عبارة عن مخبز نعدلوا فيه الحلويات، نعدلوا فيه الخبز، والحلويات كما تعرفوا مقبلة الناس إليها بأنواعها كاملة لله الحمد، موفرين أموله بجودة. يحرص الحافظ على متابعة تفاصيل عمل فريقه من أجل تقديم منتج منافس يضمن الإقبال والنجاح لمشروع يمثل المستقبل بالنسبة له. يجسد الحافظ أحد المحظوظين الذين حصلوا على تمويل لمشاريعهم الخاصة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة مشروع مستقبل الحكومية الهادفة إلى الحد من البطالة بين صفوف الشباب. مبادرات متعددة تم إطلاقها ضمن سياسات التشغيل الموريتانية لمساعدة رواد الأعمال الشباب وقادة المشاريع القابلة للتحقيق، سياسات يرى بعض الخبراء عدم شموليتها في خلق فرص العمل ومحاربة البطالة. أي ليست سياسة يمكن أن تكافح البطالة، مكافحة البطالة تتطلب أن تكون خلق فرص العمل في صلب السياسة الاقتصادية العامة، وأن يكون هدف استراتيجي واقتصادي واضح من الناحية الكمية ومن الناحية الكيفية. ويطرح التشغيل تحديا كبيرا للحكومة خاصة مع آثار جائحة كورونا وسط تعهد سابق بتوفير 100,000 فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة. محمد راشد، قناة الغد، نواكشوط.